بعد أن سيطرت قوات الدعم السرية على عاصمة ولاية النيل الأزرق مدينة الدمازين الحدودية مع إثيوبيا، باتت تثار تساؤلات عن أهمية هذه المدينة التي قد يشكل سقوطها واقعاً عسكرياً جديداً في السودان. الدمازين مدينة استراتيجية وللسيطرة عليها أهمية كبيرة، فهي تقع قرب الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، والسيطرة عليها وفق مراقبين يضيق الخناق على عدد من المدن والفرق العسكرية الرئيسية في سنار وولاية النيل الأزرق، كما تعني التحكم في المثلث الذي يضم مدن أدويم وكوستي والمناجل. السيطرة على الدمازين تعني فرض حزام عرضي استراتيجي يهدف إلى خرق قوات الجيش السوداني عبر مفاتيح السيطرة على المدينة وإغلاق المنافذ الحدودية التي تحمل إمدادات للجيش تتنوع بين مقاتلين أجانب ومعدات لوجستية. سيطرة الدعم السريع على المدينة الحدودية لها أبعاد استراتيجية، أولها لأنها قريبة من سد الرصيرس، كما أنها قريبة أيضاً من الحدود الأثيوبية وحدود جنوب السودان، إضافة إلى أنها منطقة مفصلية في المعارك على الأرض، لتكون بمثابة استكمال حزام استراتيجي يفرضه الدعم السريع على الجيش، كما أنها تعد اقتصادياً واحدة من أغنى المناطق في البلاد، وتضم مشاريع زراعية وإنتاجية شاسعة المساحة. بسقوط الدمازين اكتمل الحزام الاستراتيجي لقوات الدعم السريع بعد أن وضعت قوات الجيش في حصار، كما أن هذا الحزام يتحكم بدخول لوجستيات وإمدادات إلى قوات الجيش، ويصبح للدعم السريع السيطرة على كل هذا الإمداد الحدودي.